قربت التراويح ولازم امشي. كلكن اسمعوني منيح، عوقت الصلاة بدي شوفكم بالجامع، كلياتكن سوا موجودين من غير استثناء، الكل. بدي العالم يعرفوا انه نحن عيلة واحدة ومنضل واقفين مع بعض، وإذا في حدا بيعتذر وبيقول ما بقدر أحضر بيكون ما نعامل خاطر لألي وما بيهمه إذا أنا زعلت أو حتى رضيت. بابا أنت بتعرف وضعي؟ يعني أنا بعرف وضعك وحكي مقلك، المهم أنه غيرك يجي وما يتأخر. يلا أنا صار لازم أروح. مع السلامة. الله يسلمك. قالوا نعم، فكرة بيك. أنا ما فهمت شو اللي صار بالضبط، وقلت أكيد أنت بتشرح لي كل شيء. شوفي، الشحن اللي كان طالع فيها مراد توقفت، بس ما فيها شيء بنوب. شو اللي صار؟ إجاني خبر أنه رح يعملوا كمين على الطريق، مشان هيك أنا بعتت. الشاحنة فاضية، البضاعة كلها عندي. ويا ترى اللي عملته لتحمل بضاعة بس؟ ولا مشان تحمي مراد من هالمصيبة هاي؟ بشو بتفرق؟ المهم البضاعة بأمان، وهو شاب بأول طلاته، وهذا الشغل مو خرجه لسه. هلأ أنت عم تقول هذا الحكي مشان طاهر والقصص اللي بيناتكن ولا شو؟ لا مو هيك. ممتاز. ايه وفي شي تاني كمان. خير اللي هالإعلانات اللي بالطرقات واللي هجموا بالحجارة، حضرتك اللي وراهن مو هيك؟ بس 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 سألتك إذا سويت هيك كرمال خاطر طاهر ومكانته عندك والشغلات اللي صارت بينكم، بس أنت قلت مو مزبوط. ليك نصيحة مني، لا تكسب طاهر كعدو أبداً. وليش يعني؟ هاي نصيحة، تصبح على خير. وأنت بخير فكرة بيك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.